السلام عليكم ورحمة الله. سوف نقوم بتوضيح كيفية الدخول إلى الحصة الدرسية في برنامج تيمز المخصص للتعليم الإلكتروني بمدارس أدنوك المرحلة الابتدائية. عند فتح البرنامج سوف تظهر الشاشة الافتتاحية للبرنامج وبها كلمة تيمز. سوف تجد فريقان، الفريق الأول أدنوك MZ MOE والمخصص للغة العربية والتربية الإسلامية، والفريق الآخر أدنوك MZ Homeroom والمخصص لمعلم الصف لمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. إذا أردت الدخول إلى اللغة العربية فنضغط على أدنوك MZ Home. إذا أردنا الخروج مرة أخرى نضغط على كلمة Teams، وإذا أردت الدخول إلى أدنوك MZ Homeroom نضغط مرة أخرى عليه. وسوف نوالي الفيديوهات في طريقة الدخول وتعلم أفضل للبرنامج.